جاي يا حضرة العرسان صحيح؟ يعني خبرونا يعني كيف العسل بالزمارة؟ والله يا سيد مصطفى ما في داعي نخبرك، يعني شغلت ثلاث ايام وراح تذوق العسل وتعرف طعمته. ها انا هذا هو فحوى سؤالي مثل ما بتقولوا حضراتكم. يعني اللي بقصده انه يعني عسل عن عسل بيفرق والله. يعني خليني كمل لك، طعمة العسل بتفرق من منحلة لمنحلة. قصدك حسب غش التاجر يعني. تفهم شو قصدك؟ لا حبيبتي، قصدي انه في تجار بيحطوا سكر للعسل فما بيطلع طبيعي، بيطلع مغشوش، والزبون ما بيكتشف هالشي غير بعد التجريب. يعني انا مغشوشة؟ لا بس مو طبيعية. اها لا لحظة، انت فهمتي غلط. مو طبيعية يعني مو قصده ان انت مجنونة ابدا، قصده انه في عمليات تجميل بموضوع كذا. انا لا انا قصده علي الي انا، كان انفي هالقدو سويته هيك وشرط ادني ونفخت قلوبي. ايوه خدي بقى، هلا ما بقى تعجبكم عمليات التجميل؟ انت كمان فهمتيني غلط. لا بلا يعني عاجبيننا، بس الفكره انه اهل اول ما تركوا شيء ما قالوا. سبحان الله شو قالوا؟ قالوا لولا علبة المكي كانت حالي بتبكي. اصلا نحن حلوين بلا ميك اب ومقتنعين، بس العله مو فينا. ايه ما احلاكي وما تكوني مقتنعه، مشان هيك انا رح بيع سيارتي بس مشان امن اجار الكوفير والماكير والفستان والكندره اللي بتلبسها برجلها. يا سيدي وانا بعد شنتاني لحتى امنت هدول اللي عم تحكي عنه. لا يا رجل، كل شيء رح بيع شنتانك هو غلطي سداني. يعني عم تتمسخر انت وياه؟ ما نحن عم نساوي كل هالشيء مشان تقتنعوا انه نحن فعلا حلوين يا سيدي وبلا ميك اب. مقتنعين؟ على فكره اذا انت بتروحي على العرس بدون مكياج بتكوني وفرتي علي. عن جد عندك الجرأة تطلعي بدون مكياج؟ لك هلا انتو شو بدكم بهي القصة؟ يعني نحن ماشيين مثل ما كل المجتمع ماشي، يعني ما فينا نكون شواذ عنه. حبيبي انت ما وعدتني انك تاخذني على بيروت نكفي شهر العسل هني؟ وأني عند وعدي وقسة ببيع شنتيني الثاني بعد. يا سلام، وليك عدا يشتري شنطان ثالث بوسي عندي مصاريف كثير.